نعم، البيان وصف بأنه قوي وبعث برسائل متعددة في أكثر من اتجاه، شدد على مسائل مهمة من ضمنها مثلا وحدة قوى الحرية والتغيير والدعوة أو الاتجاه لحوار مع مكونات ربما توصف بأنها انشقت خلال الأيام الماضية عن هذه القوى. البيان شدد على ضرورة الحوار مع أطراف فاعلة في الثورة ولا سيما الحزب الشيوعي السوداني وكذلك الحركتين اللتين يقودهما جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي. شدد على أولوية استكمال هياكل السلطة الانتقالية وخاصة المجلس التشريعي، المفوضيات القومية، المحكمة الدستورية وكذلك مجلس القضاء. أشار إلى ضرورة أن تتولى السلطة المدنية الإشراف الكامل على الاقتصاد بما في ذلك الذهب وكذلك الأمن. أشار أيضا إلى أن يعني مكافحة الإرهاب تتطلب مشاركة الجميع وأن الإرهاب مدان، لكنه وجه قدر من اللوم بأن السلطة المدنية تم إقصاؤها عن هذا الملف وهو أشبه بالاحتجاج على الإجراءات الأمنية التي تمت خلال الأيام الماضية وربما غيب عنها الشق المدني. هذا ما ورد في البيان بطبيعة الحال. كذلك البيان شدد على ضرورة الإسراع بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في إشارة طبعا للبشير ومساعديه، وكذلك على ضرورة الإسراع بتقديم تقرير فض الاعتصام. أشار أيضا إلى قضايا شرق السودان ووصفها بأنها عادلة، لكن يجب عدم خلط هذه القضايا العادلة بأجندة فلول نظام البشير. يعني شدد أيضا على أن إحداث وقيعة بين الشعب والجيش والقوات النظامية أمر مرفوض. هناك إشارة أيضا لافتة حول اجتماع ستعقده قوى الحرية والتغيير مع ممثليها في مجلسي السيادة والوزراء وكذلك ولاة الولايات لبحث الأوضاع والمستجدات. يعني ربما الآن الأمور في السودان تتطور، ننتظر ونترقب طبعا ردود فعل القوى السياسية الأخرى. نعم. التي فضلت الابتعاد قليلا عن قوى الحرية والتغيير وربما أيضا المكون العسكري على هذا البيان، لنرى كيف ستبدو التطورات خلال نهاية هذا الأسبوع. نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا من الخرطوم خالد عويس.